سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ورمان فبأي والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ورمان والأرض وضعها للأنام فيها والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم.